السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. للأسف موقع مكافأة المنجم اللي احنا كنا عاملين له شرح قبل كده وعملنا له إثبات سحب، الموقع ده نصب زي ما انتوا شايفين. هنخش على الحساب، هنترجم باللغة العربية. زي ما انتوا شايفين انا عندي 5 روبل و34 سنت. هخش على طلب الدفع، هعمل طلب دفع. للأسف الرصيد ما بيتحركش من مكانه زي ما انتوا شايفين. وبكده يبقى الموقع نصب. هو هنا المفروض كان يبقى الرصيد اللي جوه الخانة المربعة دي الحمراء يبقى زي الرصيد اللي هنا. خليته انا برضو كان قبليه على 34 وجربت ونفس الشيء، الموقع ما بيدفعش. وبكده محدش يشتغل عليه، الموقع نصب والموقع لسه جديد. بس اهو هو ده حال المواقع اللي ما بتطولش، بيبقى حظوظ انت وحظك. احنا انا استثمرت 5 روبل وللاسف ما سحبتش منه غير هي مره واحده، كان باين روبل و مش عارف روبل وقد ايه. انا كنت عامل فيديو بالسحب. بس هي كده بقى ايه، المواقع الروسيه معظمها ما بتطولش، تبقى حظوظ. يعني في مواقع بتبقى كويسة وتقعد معاك فترة طويلة، شهر 2 3، وفي مواقع ما بتقعدش ممكن يوم 2 3 وبتبص تلاقي ايه. فالمواقع دي اللي يشتغل عليها يجربها الاول، لو هيستثمر فيها ما يعلاش عن 5 روبل في الاول. موقع يشتغل معاه وسحب ال5 روبل يزود استثماره وهكذا، ما يستثمرش 20 و30 ويخسر فلوسه. لا، يجرب الاول الموقع ويشوفه اشتغل معاه، يكمل استثمار واحدة واحدة بمبلغ قليل ويعلى يعلى واحدة واحدة لحد ما تشوف الموقع يعمل ايه معاك، بحيث انت ما تخسرش منه وتبقى انت ايه استفدت برضو ايه بسرعة التعدين في الموقع. وبكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.